بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ محاضرتنا في هذا اللقاء بموضوع قسم السلف والقروض. هنا يا شباب يعتبر قسم السلف والقروض من أهم الأقسام في البنك. طب ليش؟ لأنه يؤدي الوظيفة الأساسية للبنك، والتي يتحقق من خلالها النسبة الكبيرة من الأرباح، أو هو أساسا الشغل الشاغل للبنك هي القراض لتحقيق الأرباح. إذن الشغل الشاغل للبنك هو الحصول على الودائع واستثمارها في صورة قروض، سلف وقروض. لذلك المسؤول عن هذا القسم سوف يكون ذات شخصية قوية، شخصية قيادية، وذات خبرة طويلة، كون أن القرارات في هذا القسم تمثل خطورة عالية، حيث يقوم هذا القسم بمنح أموال البنك لعملائه، وهذا يترتب عليه مخاطرة عالية تتمثل في مدى قدرة العميل على السداد ورد الأموال المقرضة، مما يترتب عليه الحاجة إلى دراسة ميدانية لكل عميل لمعرفة مدى قدرته على السداد والوفاء بالتزاماته. خلينا نشوف تعريف بقسم القروض كمان. خلينا نشوف أول حاجة، قلنا بأن أول حاجة القروض يعتبر هي من أدوات الائتمانية اللي هي الكريدت، تكون على شكل سلف وقروض، حسابات جارية مدينة، وخصم الكمبيالات. الحين نسبة إلى السلف والقروض كلمتان مرادفتان لبعضهما البعض، ولكن هناك اختلاف بينهما. ليه؟ لأن القرض هنا مبلغ يدفع للعميل على فترات، على دفعات، لتأكد مدى جديته وقدرته على السداد، بينما السلف هي أموال تدفع جملة واحدة، دفعة واحدة. طب بالنسبة إلى الحسابات الجارية المدينة، هنا يا شباب الحسابات الجارية المدينة تختلف عن سلف القروض، فإن السلف والقروض هي مبالغ تدفع إما على دفعة واحدة أو على عدة دفعات، بينما الحسابات الجارية هي تمثل يا شباب هنا عقد اتفاق بين البنك والعميل على تخصيص حساب له سقف معين لعمليات السحب. يعني يستطيع العميل هنا يسحب ما يريد من هذه الأموال في حدود سقف محدد تم اتفاق عليه مع البنك، وفي حالة هناك وجود فائدة لديه فإنه يقوم بالرد الأموال هذا، ويتم حساب الفائد على المبالغ كما أخذنا في حسابات الجارية. طيب، في عندي حاجة تانية يا شباب، في عندي حاجة اسمها السحب على المكشوف. هل السحب على المكشوف هي نفسها حسابات جارية مدينة؟ لا، هناك اختلاف، لأن حسابات الجارية المدينة هي حسابات يتم فتحها، حساب يتم فتحها بناء على اتفاق بين البنك والعميل لتسهيل ائتمان معين، بينما السحب المكشوف هو عبارة عن حساب جاري دائن، ولكن في فترة من الفترات أصبح رصيد العميل لا يكفي، فوافق على البنك على إعطائه أموال فوق رصيده الدائن. لذلك العميل كان يستطيع السحب من حساب الجاري الدائن وفق غطائه المالي، أي رصيد المتبقي له في البنك، ولكن إذا قام السحب زيادة عن غطاء المالي فإن هذا الغطاء ينكشف ويسمى السحب على المكشوف. أما خصم الكمبيالات فحنأخذها قدام في قسم الكمبيالات، وهي مقصود بها أن يقوم البنك بشراء كمبيالات من العميل وإعطاء العميل قيمة هذه الكمبيالة مخصوما منها سعر الخصم، مبلغ الخصم، وينتظر العميل حتى موعد السداد. طيب، قلنا الفرق بين السلف والقروض،
وقلنا الفرق بين الحسابات الجارية وحسابات المدينة. حسابات الجارية المدينة والحساب السحب على المكشوف. الآن ننتقل إلى العمليات المحاسبية في قسم السلف والقروض. شباب أول في أول شيء هذا القيد الأساسي المتم إعداده عند الحصول على قرض. طبعا الفرض إنه القرض هذا على الفرض إنه هذا القرض بدون ضمانات، فعند منح القرض يتم عمل القيد التالي من حساب السلف والقروض إلى حساب الخزينة أو حسابات الجارية. طبعا هنا بفضل أنا الحسابات الجارية لأنه في الشيء واحد بيعطيك أموال إلا يكون إلا طبعا من بديهي يكون للعميل حساب جاري لدى البنك. طبعا البنك هيديني الأموال المستحقة من السلف والقروض بعد خصم الفوائد والعمولة. عند التسديد يقوم البنك باستلام الأموال التي قام بتسليفها فتزيد الخزينة أو يتم خصم مبلغ السلفة من حساب العميل. طبعا هنا قلنا حسابات جارية، ما قلناش حسابات جارية دائنة، لأنه كل الحسابات هي حسابات جارية وهي حسابات جارية دائنة نفس المعنى، لكن لما نتكلم عن المدين حنذكر المدين بصفته. إذا هنقول من حساب خزينة أو حسابات جارية إلى حساب السلف والقروض، ملاحظين إن السلف والقروض فوق كان من أصبحت إلى، كانت مدين لما قدم العميل البنك القرض للعميل وأصبحت دائنة لما البنك استرد هذه السلف. طبعا أنا عندنا تسليف بضمانات شخصية، هي نفس القيد ما في أي اختلاف. كل ما في الموضوع نقوم بتعريف السلف بأنها بضمانات شخصية. إيش يعني ضمانات شخصية؟ أي هناك كفلاء على البنك، آسف، هناك كفلاء على العميل ماخذ القرض. حنقول من حساب السلف والقروض إلى حساب، آسف، من حساب السلف والقروض بضمانات شخصية إلى حساب الخزينة أو حساب الجارية وحساب الفوائد والعمولة. وعند التسديد حنقول من حساب الخزينة إلى حساب السلف والقروض بضمانات شخصية. هذا في حالة في الحالة الإيجابية والتي يتم فيها السداد بدون أي مشاكل. هننتقل إلى الكتاب ونشوف الكتاب العمليات اللي تمت. طبعا هنا حكينا إنه أنا عندي السلف والقروض، قلنا من حساب السلف والقروض إلى حساب الخزينة أو والعمولة والفوائد، وإذا كان في مصاريف تانية فهي موجودة. عند السداد من حساب الخزينة لحساب السلف والقروض إذا كان في ضمانات شخصية هو نفس القيد، ولكن يذكر سلف وقروض بضمانات شخصية للتفرقة بين الاثنين. وعند السداد عند فريق استحقاق قد يسد العميل أو قد لا يسد. نأخذ الإيجابي، الحل الإيجابية اللي هن العميل قام بالسداد، فحنقوم من حساب الخزينة لحساب السلف والقروض بضمانات شخصية. طب في حالة لم يتم السداد فإننا سوف، في حالة عدم السداد معناته هنها إن أنا هطالب أشخاص الضامنين اللي هم الكفلاء وحقول لهم تعالوا سدوا المبالغ المستحقة عليكم نتيجة كفالتكم لمين؟ للعميل. طبعا هنا لاحظينها عميل قيدين. طب ليش قيدين؟ ليش ما هو قيد واحد وخلاص؟ لا، ما انا القيد الاولاني هذا المطالبه، انا بطالب العميل، مش معقول هم يسدوا في نفس اللحظه، لا انا هطالبهم من خلال قيد، وبعد ما بعد ما يجوا يسدوا عليهم بعمل قيد الثاني. وبالعظيم قيد الثاني كان الاشخاص الضامنين مدين اصبح دائنين لانه انتهينا منهم نتيجه انهم سدوا المبالغ المستحقة عليهم. لو ملاحظين لو شلنا أشخاص ضامنين من هان أصبح القيد من حساب الخزينة وحساب التجارية إلى حساب السلف والقروض. تعال نشوف كمل. لو أنا بتكلم عن سلف وقروض بضمانات أوراق مالية أو أوراق تجارية. أوراق مالية معناته أسهم وسندات، أوراق تجارية اللي هي الكمبيالة. الآن
عندما انهى القرض قبل انا ممنع الزكان انا بدي امنع القرض وبضمان، معناته انا بدي اخذ الضمان وحطه عندي في صوت ورقه ماليه او ورقه تجاريه، وبعد ما اخذ الضمان اروح اعطيهم القرض او السلفه. فحنقول كالتالي: من حساب اوراق تجاريه برسم التامين الى حساب اصحاب اوراق تجاريه برسم التامين. طبعا هنا المبلغ حيكون بقيمه الاسميه للضمان، هي القيمة المسمى على ورقة، في ورقة ايش؟ في الورقة التجارية او الورقة المالية. بعد ان قام البنك بحصول على الضمان، يستطيع البنك القيام باعطاء العميل السلفة. طبعا هنا بتلاحظوا حاجة واحدة، انه لازم يكون الضمان، قيمة الضمان اعلى من قيمة السلفة، لازم يكون الضمان قيمته اعلى من قيمة السلفة. فلو فرضنا انه قيمة السلفة 100,000، فالضمان حيكون عندي 120,000. والسبب ليه؟ لان الضمان قد تغير قيمته نتيجة هبوط الاسعار وموز زهادي، فلازم يكون هنا حتى يحمي البنك بيحمي نفسه. وهذه طبعا هنا الفرق هيكون بحسب نسبة، ونسبة مين اللي حددها؟ البنك المركزي. طب ليش حددها البنك المركزي؟ لحماية البنوك والمحافظة على أموالهم، على أصولهم. طبعا وهذا والنسبة هذه تحدد حسب الظروف الاقتصادية المحلية والدولية. ننتقل إلى القيد من حساب السلف بضمان. طبعا هنا حنقول السلف حتى نفرق بينها وبين السلف السابقة، بالسلف بضمان الأوراق التجارية أو المالية إلى مذكورين الفائدة والعمولة والمصاريف والخزينة. طبعا السلفة لو قلنا 50,000، فإن حناخد منها الفائدة والعمولة والمصاريف، والباقي وما تبقى حنعطيه للعميل إما في صورة نقدية أو يتم وضع المبلغ في حسابه الجاري. عند الاستحقاق، إذا في الصورة الحالة الإيجابية إنه العميل حيقوم بالسداد طبيعة، فحنقوم من حساب الخزينة إلى حساب السلف والقروض بضمان الأوراق التجارية أو الأوراق المالية، وبعدها نلقي القيد النظامي. أصبح القيد النظامي ليست له معنى. وانا قد اساسا، وانا لما عملت قد نظامي بناء على المستندات، فلما المستندات هذه اصبحت مش معايا مش عندي، اخذها العميل لما سدد المستحق عليه، فاصبح من الطبيعي انه هذا الضمان يتم الغائه وتسليم المستندات الى العميل. هذه الحالة الايجابية. طب الحالة السلبية، انه العميل لم يستطع القيام بالسداد، فاضطر البنك انه يقوم باستخدام بتحصيل قيمة الاوراق التجارية او الاوراق المالية من خلال بيعها وتسديد قيمة القرض. طبعا هنا عندما يقوم البنك بالبيع هذه الاوراق او تحصيل قيمتها كانها اوراق تجاريه، فحنقول من حساب الخزينه بالقيمه المحصله الى حساب الاوراق الماليه المباعه او اوراق تجاريه المحصله. طبعا هذا يعتبر حساب وسيط. ليش حساب وسيط؟ لانه هذا الحساب يتم اعداد حساب يزول عند انتهاء الغرض منه، ويتم تسويه هذا الحساب. تعال نشوف كيف نسويه عند التسديد. اذا هنا قلت لكم انه هذا حساب وسيط، كان مدين، كان دائن عندما البيع. يعني لو طلعنا الحساب هتلاقيها مشابه لايش؟ للمبيعات، من حساب الخزينة الى حساب المبيعات. فهنا اوراق مالية مباعة الى حساب المبيعات، لكن حساب وسيط عند انتهاء منه هنكون من حساب اوراق المالية المباعة، اصبح مدين الى مذكورين. ايش مذكورين؟ طبعا هنا البنك حيقوم ب
دافع مصاريف البيع او التحصيل حيروح طبعا حيدفع المصاريف هذه من قيمة الاوراق المالية المباعة وحيروح يغطي قيمة السلف تاعته والباقي اذا تبقى اشي حيروح يحطه في حساب العامل. عند تقديم الضمانات من حساب الضمانات العينية الى حساب اصحاب الضمانات العينية تأمين القرض. هذا قيد نظامي نفس الشيء يتم اعداده يتم اثباته في كل عملية يتم خلال الحصول على ضمان ويتم الغاء القيد هذا عند انتهاء الغرض منه. الحين منح السلفة هيقيد نفس القيد هاي للمرة الرابعة واحنا بنعيد القيد هذا ولكن الاختلاف البسيط انه هان حيكون في عندي اسم جديد اللي هو مصطلح جديد اللي هو او حساب جديد حساب السلف والقروض بضمانات عينية الى مصدر. طب هنا عفرضا انه انا خط الرهن العقار الرهن سواء كان بضاعة خلاف ذلك وهذا الرهن يعني اما يبقى مثلا لو قلنا بضاعة اما تبقى البضاعة عند العميل نفسه ولكن مرهونة او يقوم البنك بنقل هذه البضاعة عنده في مخازنه ويترتب عليه دفع اجار مخزن والدفع الاجار المخزن اللي حيدفعه نقدا وحيحمله على حساب السلف والقروض. هاي هم سلف العميل هنا نفس الشيء حساب وسيط عند الدفع قيمة المصاريف وحيروح بتحميل هذه المصاريف على حساب السلف. اذا حساب السلف هنا حيزيد بقيمة المصاريف حساب السلف لو كان عند السلف 70,000 حصير 70,100. عندما يقوم التحصيل الحين هنا الحالة الايجابية انه العميل حيقوم بالسداد المستحق عليه نقدا او من خلال حسابه الجاري. ملاحظين حيقوم بتسديد من حساب الخزينة او حساب الجاري الى حساب السلف والقروض بضمانات عينية. ملاحظين هان قيمة القرض 50,000 ويضاف اليه 1,000 اللي هي قيمة مصاريف التخزين. وفي كل الاحوال يتم الغاء القيد النظامي اللي هو من حساب اصحاب ضمانات عينية تأمين سلف الى حساب ضمانات عينية في تأمين السلف. اذا ناخذ قاعدة انه في كلا الحالتين عند انتهاء الغرض من الضمان يتم الغاء القيد النظامي وعند الرفض برضو يتم الغاء القيد النظامي. عند رفض السداد ورفع محكمة ويتم الغاء القيد النظامي. هنشوف ليش في حالة رفض يتم الغاء القيد النظامي. خلينا نشوف اذا لم يتم السداد يتم بيع الضمانات وتحصيل القيمة وسداد قيمة القرض. انا عندي ضمان حروح ابيعه حساب الخزينة لحساب الضمانات العينية مباعة يعني مثل المحاسب واحد لما يقول حساب الخزينة لحساب المبيعات وشاف له يعني هنا يعني مش هنا الفرق بين هنا مصطلحات جديدة. اذا من حساب الخزينة لحساب الضمانات العينية مباعة ونشوف عند التسديد القرض حنقول من حساب الضمانات العينية نفس الشيء يا شباب نفس الشيء يا شباب. قلنا حساب ضمانات عينية هذا حساب وسيط ضمانات عينية مباعة عند ليش انا عملته ليش عملت الحساب الوسيط هذا لسبب انه انا في فاصل وفي زمن بين عملية البيع وبين تسوية حساب القرض. في فاصل زمني بين عملية البيع وتسوية حساب القرض فبعمل هنا حساب اثبت فيه انه انا بعت ضمانات عينية وبعدها رحت عملت تسوية لحساب القرض. فحنقول كان هناك حساب داهن اصبح مدين الى مذكوري. نفس الشيء انا لما بعت تحملت مصاريف بيع قيمة 800 سدينا فيها السلف والقروض وما تبقى من قيمة الضمان يتم ايداع المبلغ في حساب جاري العميل ومن ثم الغاء القيد النظامي في كل الاحوال. وفي عندي مثال هنا يا ريت تحلوه.
سجل القيود اليومية اللازمة للعمليات التالية. بيحكي لي أول شيء في عندي 40,000 سلف وقود بدون ضمانات ممنوحة للعملاء بمبلغ فائدة 9%، عندي عمولة 2% ولمدة 3 شهور. هاي عندي المسألة العملية هنا ملاحظينها على طول على السريع. حنروح نعمل طبعا هنا بدون ضمانات، اذا حنقول من حساب السلف والقروض بدون ضمانات الا مذكورين. ايش المذكورين؟ حساب الفائدة، حساب العمولة. طبعا هنا حساب الفائدة 9%. حنقول 40,000 ضرب 9 على 100 ضرب 5 على 12. ليش قلنا 5 على 12؟ لانه الفترة لازم تكون سنوية، جزء من السنة، لانه الفائدة سنوية. العمولة حقول 40,000 ضرب 2 على 100 هيطلع عندي 800، والفائدة حتكون عندي الفائدة حتكون عندي 1500 والعمولة 800. اذا القيد حيكون 40,000 من حساب السلف والقروض بدون ضمانات الى مذكورين، العمولة 800، الفوائد 1500، و 38,300 الى حساب الخزينة او الحسابات الجارية الدائمة. هاي الفقرة الاولى. الفقرة الثانية 75,000 سلف وقود بدون ضمانات مسددة نقدا من ودائع التوفير، مسددة نقدا ومن ودائع التوفير مناصفة. هنا في كل الأحوال السلفة تم تسديدها، في الحالة الإيجابية تم تسديدها، حنقول من حساب مذكورين. حساب الخزينة بالجزء المسدد نقدا اللي هو 22,500، وحساب ودائع التوفير 22,500 الى حساب سلف وقروض بدون ضمانات، وانتهينا من الفقرة هذه. نيجي على بعديها ونشوف رقم 3. 50,000 سلف وقروض بضمانات شخصية ممنوحة للعملاء لمدة 6 شهور بمعدل فائدة 8% وعمولة 3%. نفس الفقرة رقم 1 هي حنقول من حساب سلف 50,000 من حساب سلف وقروض بضمانات شخصية إلى مذكورين، فائدة 2000، عمولة 300 وليست عمولة 300، و حسابات جارية الدائنة اللي هي 47,700. طبعا هنا في مشكلة في الكتاب، في عندي في الفرق هذا في مشكلة في الكتاب. الكتاب ايش حكى لي؟ حكى لي هنا من حساب السلف وقود بضمانات شخصية إلى مذكورين، الفائدة ما فيش مشكلة فيها 2000 اللي هي 50,000 ضرب 8 على 100 ضرب 6 على 12، بينما العمولة هان المبلغ خاطئ، المفروض يقول لي هنا 50,000 ضرب 3 على 100 وليست على 500، مفروض يكون قيمة العمولة 1500. فيفترض هنا تصحيح المسألة هذه، ونقول عندي أنا ونقول انا عندي هنا هذا نشيل هتصير 100 وصير عندي ايه 1500. وهنا المبلغ المسدد حنقول 50,000 نطرح منه 2000 نطرح منه 1500، حيصير المبلغ المسدد للعميل 46,500. ننتقل للبعده.
55,000 سلف وقود بضمان شخصية مسددة نقدا. مسددة نقدا إذا نفس المسألة حنقول من حساب الخزينة إلى حساب سلف وقروض بضمانات شخصية، ما فيش إلا قيد واحد. شوف اللي بعده بحكي لي هان إنه أنا في عندي 60,000 سلف وقروض بضمانات شخصية غير مسددة. ايش يعني غير مسددة؟ يعني معناته انه انا بدي ارجع للاشخاص الضامنين، طالما انه سلف وقروض بضمان شخصية اذا بدي ارجع للاشخاص الضامنين وطالبهم بالسداد. اذا حمل قيد اقول من حساب اشخاص الضامنين 60,000 من حساب اشخاص الضامنين الى حساب سلف وقروض بضمان شخصية حسب الحالة هذه، وبعد هيك اطالبهم واقول وابعث لهم اشعار هقول لهم برجاء التكرم بالحضور الى البنك للسداد المبلغ المستحق عليكم. طب في حاله عدم السداد معناته انه في عندي اجراء قانوني حيتم اتخاذ ضدهم. اذا هنقول من حساب سلف وقود من حساب اشخاص ضامنين الى حساب سلف وقود بضمانات شخصيه الى الحين عند السداد. اذا تم السداد حيقوم هنا سداد القرض بشيكات مسحوبه على الفروع. طالما حساب الفروع فيش مشكله، فحنقول من حساب الفروع الى حساب ايش؟ حسابات جاريه، اسف، من حساب الفروع الى حساب الاشخاص الضامنين 60,000 60,000. طب ليش قلنا شيكات مسحوبه على الفروع؟ فأنا الفروع هنا يعتبر مقاصة داخلية، أنا السيستم موجود عندي. طالما إنه العميل طالما إنه الشيك مسحوب على أحد الفروع، فمن خلال السيستم ممكن أرجع أشوف هل له رصيد، هل الشيك له رصيد، هل القيم مطابقة، فيش عندي أي مشكلة. طالما أنا قبلت الشيك، إذا حطالب الفرع بتوريد قيمة الشيك للبنك. نيجي على بعده. 65,000 سلف وقروض ممنوحة للعملاء بضمانات أوراق مالية قيمتها الإسمية 80,000، معدل الفائدة ومدة السداد 8 شهور وعمولة 300. هنا الاختلاف عن ما سبق ان هو بدي اعمل انه انا البنك استلم ضمانات في صورة اوراق مالية وبحاجة الى عمل قايد نظامي اثبت فيه المبلغ، اثبت فيه انه انا استلمت اوراق مالية، ويتم اثباته من خلال قائد نظامي. القائد النظامي يا شباب هذا زي ما حكينا عنه انه قائد يتم اعداده طبعا لعدة اسباب، لكي يتعرف البنك على حجم السدادات اللي عنده، حجم السدادات اللي عنده التي من خلالها يستطيع البنك في حالة عدم السداد انه يقوم تحويل قيمة المستند الى قيمة مالية في اي لحظة. لذلك فالقائد النظامي هنا له هدفين: إثبات حجية العميل بأنه سلم البنك الورقة المالية كمستند ذات قيمة. في حالة السداد فإن العميل بطالب البنك بأنه يرد له الضمان. طبعا هنا العميل لما قدم الضمان أخذ من البنك مستند يثبت فيه انه اعطى البنك ضمان في صورة قسيمة، بسموه هنا قسيمة ايداع ضمانات عينية او اوراق مالية. بالاضافة انه يحقق للبنك عنصر الرقابة. كيف عنصر الرقابة؟ يستطيع من خلال المدير في اي لحظة اول الاطلاع على حجم المستندات اللي عنده وعلى متابعتها بشكل دوري.
بشكل دوري، ولذلك فإن هذا حساب الضمان أوراق المالية سوف يتم فتح له حساب بضغط الأستاذ. لذلك هنقول حالة الضمان من حساب ضمانات أوراق مالية برسم التأمين إلى حساب أصحاب أوراق مالية برسم التأمين. ومن ثم إعطائه قرض هنقول من حساب خمسة، طبعا هنا الضمانات هتكون بقيمة 80,000، عيد دقيقة ثانية، 80,000 من حساب أوراق مالية برسم التأمين إلى حساب 80,000 أوراق أصحاب أوراق مالية برسم التأمين. وبعدها سوف يتم إعطاء العميد القرض، حنقول 65,000 من حساب سلف وقروض إلى مدخول. حساب الفائدة 3900، طبعا هنا هنقول 65,000 ضرب 9 على 100 ضرب 8 على 12 حيطلع عندي القيمة 3900، والعمولة 300، والمبلغ المتبقي المستحق للعميل هنقول إلى حساب حسابات جارية دائنة أو حساب الخزينة. شوف اللي بعده. سبعين ألف سلف وقروض وضمانات أوراق مالية استحقت ولكن لم تسدد، فقام البنك ببيع هذه الأوراق المالية ب90% من قيمتها الإسمية، يعني الأوراق المالية تم بيعها قيمتها 90,000، القيمة السوقية التي تم بيعها بها هي 90%، لو حسبنا 90% هيطلع عندي 81,000، يعني 90,000 قيمة الأوراق المالية بيعت ب 81,000. إذا هنا هنقوم عمل قيد نظامي من حساب الخزينة إلى حساب أوراق مالية مباعة أثبتنا فيه الأوراق المالية إنه تم بيعها، طبعا هنا إلى حساب، قلنا إلى حساب أوراق مالية مباعة يعتبر هنا قيد وسيط، حساب وسيط يتم قفله عند تسوية العملية. هننتقل بعد القيد هذا إلى القيد التسوية وقيد السداد قيمة القرض. هنقول من هنقول 81,000 من حساب أوراق مالية مباعة إلى مذكورين. مصاريف البيع، طبعا أنا عندي مصاريف بيع 500 هخصمها من الأوراق المالية المباعة، هخصم كمان 70,000 قيمة السلف. إذا تبقى شيء هيتم وضع القيمة المتبقية في حساب العميل، هنقول 10,500 إلى حساب حسابات جارية الدائنة. وفي كل الأحوال سوف يتم إلغاء القيد النظامي من حساب أصحاب أوراق مالية ضمان قروض إلى حساب أوراق مالية ضمان قروض. نيجي نشوف المسألة رقم 8. في 8 75,000 سلف وقروض ممنوحة للعملاء بضمان عقارات قيمتها 100,000، نفس ما تم فوق يتم تحت. طالما في عندي سلف وقروض ممنوحة للعملاء بضمان عقارات قيمتها 100,000 بمعدل فائدة 10%، هنا هنعمل قيدين، قيد نظام نثبت فيه انه احنا اخذنا عقار ضمان قرض. هنقول في القيد التالي من حساب هنقول قيمة العقار تم حسابه، تم تقييم العقار بقيمة 100,000، هنقول 100,000 من حساب عقارات تأمين سلف قرض إلى 100,000 إلى حساب أصحاب عقارات تأمين القرض. وبعديها سوف يتم منح القرض. إذا قيد المنح القرض هتلاحظ هنا مكرر كل مرة، مكرر يا شباب كل مرة. هنقول قيمة القرض 75,000 من حساب سلف وقروض إلى مذكورين، 5,625 قيمة الفائدة، 600 عمولة، 1,000 طبعا هنا مصاريف الرهن،
حنترك مصيف الرهن على حدة لأنها سوف يتم دفعها مستقبلا. فهنقول إلى مسؤولين الفائدة والعمولة والمتبقي في حساب العميل أو يتم سحب المبلغ نقدا، هنقول 68,775. بعدين ننتقل، طبعا هذا مش لن يتم احتساب المصاريف في نفس الوقت، لأن هذا مصيف الرهن بعد أنا أعطيتك رهن وأخذت القرض أخذت العقار، بدي أروح على السجل التجاري، حروح على الطابو أو على الأملاك وحروح هناك أرهن العقار هذا باسم البنك. لما أرهن باسم البنك، البنك حيدفع مصاريف رهن، حنقول 1400 من حساب مصاريف الرهن إلى حساب الخزينة. ومصاريف الرهن هنا ليست مصاريف خاصة بالبنك، ولكنه حساب وسيط يتم تسويته بالقيد التالي: 1400 من حساب مصاريف الرهن إلى حساب من حساب 1400 من حساب السلف والقروض إلى حساب مصاريف الرهن. ملاحظين هنا القيد القبل من حساب مصاريف الرهن كان مدين، فقيد الثاني أصبح دائن لأنه حساب وسيط. نيجي على بعده، رقم 9: 80,000 سلف وقروض بضمان بضاعة قيمتها 90,000، رفض العملاء تسديد القرض فتم بيع البضاعة بمبلغ 77,000. طب هنا في الحالة هذه ملاحظين انه القرض تم منحه للعملاء في فترة سابقة، فانا لن اقوم بعمل قيد منح القرض، ولن اثبت قيد النظام الخاص بالبضاعة، لان البضاعة في السابق تم منح القرض واخذ ايش ورهن البضاعة لديه. لذلك بدنا نكمل الجزئية الثانية في موضوع السلف والقروض، فحنقول هان إذن هان لو ملاحظين إنه الجزئية هذا تم معالجتهم محاسبيا في السابق. الحين هنكمل من حيث رفض العميل تسديد قرض، فحنبدأ ببيع البضاعة. إذا أول قيد حيكون قيد بيع البضاعة من حساب الخزينة إلى حساب بضاعة مباعة. من حساب الخزينة 77,000 من حساب الخزينة إلى حساب بضائع مباعة. وبعدها طبعا إلى حساب بضائع مباعة قيد وسيط يتم تسويته من خلال القيد التالي: من حساب قلنا إلى حساب بضائع مباعة في القيد الأول. الحين هقول من حساب البضائع المباعة، إذا هي كان دائن أصبح هنا مدين لأنه حساب بسيط إلى مذكورين. طبعا في عنده مصاريف 2000 مصاريف إلى حساب 2000 مصاريف البيع، وحساب السلف 80,000. لو ملاحظين هان إنه قيمة البضاعة التي تم بيعها لم تغطي قيمة السلفة. فحنقول 77,000 من حساب البضاعة المباعة إلى مذكورين، 2000 مصاريف البيع، و75,000 قيمة إيش؟ القرض. طب هنا القرض مش 75، 80,000، صحيح 80,000، ولكن الجزء اللي أنا قيمة السلفة قيمة البضاعة اللي أنا بعتها صافي قيمتها هي 77,000، شيل منها 2000 بدل 75,000، صافي قيمة البضاعة 75,000. إذا المتبقي على العميل 5,000، حتم مطالبة العميل بال 5,000.
إذا قام السداد، إذا قام العميل بالسداد 5000 سوف نقوم بإلغاء القيد النظامي، وحنقول فيه إذا تم السداد فحيتم إلغاء القيد النظامي، إذا لم يتم السداد حيبقى القيد النظامي موجود. طيب حالة السداد حنقول إلغاء القيد النظامي 90,000 من حساب أصحاب بضاعة تأمين قرض إلى حساب 90,000 إلى حساب بضاعة تأمين قرض. نيجي على بعده. طبعا آسف، هنا طالما أنه أنا طبعا هنا آسف يا شباب، هنا عندي قلت انه صافي قيمة البضاعة اللي تم بيعها قلت انا صافي قيمة البضاعة اللي تم بيعها بعد طرح مصاريف البيع هي 75,000، اذا متبقي على العميل 5000، متبقي على العميل 5000 سوف يتم الرجوع الى العميل بال 5000. طب والقيد النظامي؟ سوف يتم الغاء القيد النظامي. ليش سوف يتم الغاء القيد النظامي؟ لانه اساسا انا البضاعه بعتها ومستند البضاعه اصبح مش معي، مش مع البنك. ففي الحاله هذه سوف نقوم بالغاء القيد النظامي، لانه اصبحت البضاعه ليست لدى البنك ولا مستندات البضاعه لدى البنك، فسوف يتم الغاء القيد النظامي بالكامل بال 90,000. اذا 90,000 من حساب اصحاب بضاعه تامين القرض الى حساب بضاعة تأمين القرض، وبعدها الرجوع إلى العميل لمطالبته بتحصيل باقي القيمة. نيجي العشرة. 3,000 مصاريف تخزين دفعها البنك على البضاعة المقدمة تأمين سلف وقروض ممنوحة للعميل. إذا هنا العميل، إذا البنك هنا دفع مصاريف تخزين، مصاريف التخزين دفعها البنك، إذا هيعمل البنك هيقوم بعمل قيد إثبات مصاريف، هنقول فيها 3,000 آسف 3,000 من حساب مصاريف تخزين بضاعة إلى حساب الخزينة بال 3,000. طبعا هنا 3,000 حساب وسيط، آسف مصاريف تخزين بضاعة حساب وسيط، سوف يتم تسوية هذا المبلغ وتحميله وتحميل 3,000 على حساب السلف والقروض بالقيد التالي. هنقول من حساب 3,000 من حساب سلف وقروض إلى حساب مصاريف تخزين بضاعة. إذا يفترض إنه العميل حيدفع قيمة السلفة زائد مصاريف التخزين. نيجي إلى 11 قبل الأخيرة إن شاء الله، بعديها نحل السؤال المش سؤال التمرين ونشوف. وافق البنك على منح أحد العملاء قرضا بنسبة 80% من قيمة الضمان. طيب السؤال كم قيمة الضمان؟ 100,000. إذا القرض كم حيكون؟ حيكون 80,000. إذن لاحظين هذا هتكون عملية كاملة، تبدأ بالموافقة، هنعمل قيد قيد استلام الضمان، قيد نظامي نثبت فيه إنه استلمنا الضمان، والقيد الثاني نثبت فيه إنه إحنا أعطينا العميل السلفة. إذا هنقول القيد الأولاني من حساب 100,000 من حساب بضاعة تأمين قرض إلى حساب 100,000 إلى حساب أصحاب بضاعة تأمين القرض، وبعدها سوف يتم منح القرض للعميل 80,000 من حساب السلف والقروض إلى مذكورين الفائدة والعمولة وحسابات الجارية. كم قيمة الفائدة؟ سوف يتم حساب قيمة الفائدة، قيمة الفائدة كما حسبناها في السابق، عندي 80,000 ضرب 9%
ضرب 7 على 12 4200. عيد ثاني، 80000 ضرب 9 تقسيم 100 ضرب 7 تقسيم 12. إذا هنقول 80000 من حساب السلف والقروض إلى مذكورين، 4200 حساب الفائدة، 500 حساب عمولة، والمتبقي سوف يتم وضع القيمة المتبقية في حساب العميل اللي هي 75300. نيجي للجزئية بعدها. طبعا هنا عملية متكاملة، في عندي مصاريف البيع، آسف، هنا في عندي أي هذا الجزء انتهينا منه. الحالة السلبية انه العميل رفض، طالما العميل رفض هنقوم ببيع البضاعة، فبيعنا البضاعة بقيمة قد كام؟ 115000. هنروح نعمل قيد نسبة في عملية البيع من حساب الخزينة الى حساب بضاعة المباعة بقيمة 115000. طب قلنا حساب بضاعة المباعة حساب وسيط، سوف يتم إلغائه من خلال قيد التسوية التالي. إذن إلى قلنا إلى حساب البضاعة المباعة، إلى قيد التاني هكون حساب البضاعة المباعة من. إذن 115000 من حساب البضاعة المباعة إلى مذكورين، حسدد فيها قيمة مصاريف البيع 4000. إذن إلى مذكورين 4000 حساب إلى حساب مصاريف البيع، و 80000 قيمة القرض، 80000 حساب السلف والقروض، والمبالغ المتبقية سوف يتم وضعها في حساب العميل اللي هي 25000 دينار. لو رجعنا للسؤال المحلول الفقرة 11، الفقرة 11 هي عندي هنا القيد الأولاني، قيد المنح هيو، طبعا هذا خاطئ هذا ما عندناش فيه. طبعا هنا بحكي لي، طبعا هذا ما كانش مذكور في الفقرة، ما كانش مذكورة كلام هذا في الفقرة. فإذا واحد من التنتين، يا إما أنا بلغي الكلام هذا، يا إما إيه بروح بعدل الفقرة تحت فوق وبكتب إنه أنا في عندي مصاريف. إذا أنا هنا المفروض أثبت إنه قبل عملية الرفض كان في عندي 6000 مصاريف تخزين، واثبت مصاريف التخزين هذا واكمل السؤال 12 اخر شيء. وافق البنك على منح وافق البنك على منح احد العملاء جاري مدين سقفه 90000 طبعا هنا الموافقة هذا ما فيش لها قيد، انما هي اجراء اداري وعقد اتفاق بين الطرفين البنك والعميل،
والسقف هذا اللي هو قيد على العقد على اتفاق. الضمان بعمل قيد للضمان بس، بعمل قيد للضمان. اذا ممكن نقول القيد كالتالي: من حساب كمبيالات ضمان حساب جاري الى حساب اصحاب كمبيالات ضمان الى اصحاب كمبيالات ضمان حساب جاري بقيمة 150,000. بالنسبة للعمولة الفائدة هذا برضو ضمن اتفاق بقول لي هنا: وقد سحب العميل في نفس اليوم 40,000 دينار نقدا. قيد السحب من حساب جاري حساب 40,000 من حساب جاري مدين الى حساب الخزينة. وهيك بيكون احنا انهينا المثال المحلول وعلينا ننتقل الى التمرين الغير. طبعا انا هنا مش هقدر اعمل احل التمرين هذا في نفس الفيديو، فانا هضطر اعمل التمرين هذا في فيديو ثاني. والى لقاء اخر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل موضوعنا، موضوع قسم السلف والقروض، ونحل فيه التمرين الكتاب صفحة 135. تمرين الكتاب بحكي لي: سجل قيود اليومية المركزية للعملية التالية في قسم السلف والقروض في أحد البنوك. الفقرة الأولى بتقول لي 80,000 قيمة العقارات المقدمة تأمين السلف. طبعا أول ما يقول لي قيمة تأمين عقارات، قيمة في أنا عندي عقارات مقدمة للتأمين، مباشرة حامل قيد نظامي أثبت فيه 80,000 اللي هي قيمة العقارات. وحنقول من 80,000 من حساب عقارات برسم التأمين إلى حساب 80,000 إلى حساب أصحاب عقارات برسم تأمين، أو بنقول تأمين سلف وقروض. طبعا هنا قيمة القرض حتكون 70% من قيمة الضمان. حتكون قيمة كام؟ لو قلنا 80,000 ضرب 70% إذا 56,000، هدول قيمة القرض. حنعمل قيد بالقرض كالتالي. تعال نشوف كيف. طبعا أنا عندي أول شيء بعمل قيد نظام أثبت فيه العقارات من حساب 80,000 من حساب عقارات تأمين سلف وقروض إلى حساب أصحاب عقارات تأمين سلف وقروض. بهي القيد بعدين منح القرض، منح القرض للعميل حنقول فيه من حساب السلف وقروض 56,000 حنقول فيه 56,000 من حساب سلف وقروض ضمان عقارات إلى مذكورين. الفوائد 2520، قلنا حسبنا الفوائد عبارة عن 56,000 ضرب 9% ضرب 6 على 12، وفي عندي عمولة 400، والمتبقي المبلغ المتبقي يتم وضعه في حساب جاري العميل. في موضوع الرهن، طبعا الرهن هذا يأتي بعد ايش؟ منح القرض وقيام البنك بالذهاب الى مصلحة الأراضي والعقارات وإشهار ورهن العقار باسم البنك. فهنعمل قيد نثبت فيه الرهن 1200، هنثبت فيه ب 1200، وبعد ما نثبت الرهن، يعني دفع قيمة الرهن، سوف يتم تحميل الرهن على حساب السلف والقروض. إذن هان 1200
سوف يتم عند السداد تضاف إلى 56,000 ويتم سداد المبلغ بالكامل. وملاحظين هنا زي ما قلنا إنه مصاريف الرهن سوف يتم إخفالها في حساب السلف والقروض. نيجي على الفقرة اللي بعديها بيحكي لي 70,000 قيمة السلف والقروض المسددة نقدا. طالما انه سدد اذا هنعمل قيد السداد 70,000 من حساب الخزينة الى حساب السلف والقروض. وسوف يتم إلغاء القيد النظامي لأنه ليش القيد النظامي؟ لأنه أصبحت الورقة المالية مش عندنا، ليست لدى البنك، فلازم يتم التخلص من القيد النظامي، إلغاء القيد النظامي إبو. نيجي لبعديها بيحكي لي إنه في 90,000 سلف وقروض استحقت ولم تسدد، في إلها ضمانات كمبيالات القيمة الإسمية إلها بالـ100,000. سوف يتم تحصيل هذه الكمبيالة وتسوية حساب القرض. هنا أول شيء حنطالب الفرع بأنه يقوم بتحصيل هذه الكمبيالة في موعد السداد، فنعمل قيد التالي عند السداد من حساب عند التحصيل من حساب الفرع. أثبتنا إنه الفرع هنا مدين لأنه أصبح الفرع محصل للكمبيالة ولديه أموال خاصة بالبنك إلى حساب أوراق تجارية محصلة. طبعا هنا قلنا هذا حساب وسيط يتم إقفاله سوف يتم إقفال هذا الحساب في السلف والقروض. طيب في أنا عندي عمولة البنك له عمولة الفرع له عمولة التحصيل 450 لصالح الفرع كمان العمولة هذا سوف نقوم بتحميلها على حساب على المبلغ المحصل والسداد. نجي نكمل. إذا من حساب الأوراق التجارية المحصلة هيها كويس، كانت دائنة أصبحت مدينة لأنه حساب بسيط، و هان تم سداد المستحق للفرع قيمة العمولة الخاصة بالفرع، كانت مدينة أصبحت دائنة، و تسوية حساب القرض، والمتبقي يتم وضعه في حساب جاري العميل. 60,000 سلف وقروض مسددة بشيكات مصروبة على بنوك أخرى. شيكات مسددة على بنوك أخرى. إذا السلفة تم تحصيلها. إذا هنعمل إيش نسوي هنا؟ هنقول من حساب شيكات رسم التحصيل الحساب سلف وقروض. طب ليش عملنا الكلام هذا؟ ليش بقول من حساب البنوك؟ لانه يعني اساسا الشيك اللي اخذناه لسه ما تحصل، فحسبته من حساب شيكات رسم التحصيل لحساب سلف وقروض تامين عقارات ضمان عقارات، وبعدها الغاء القائد النظامي لانه فعليا اصبح العقار بعد السداد ليست من ضمن ليست المستندات الخاصة بالعقارات ليست لدى البنك لأنه استلمنا بدل العقار أخذنا شيك. بيحكي لي إنه في 100 دينار مصاريف نقل وتخزين للبضاعة التي كانت قد قدمت تأمين سلف. إذا المصاريف مين حيدفعها؟ حيدفعها البنك وحيحملها على حساب السلف والقروض. هيحملها على حساب ايش؟ السلف والقروض. نيجي لبعده. 40,000 سلف وقروض بضمانات شخصية استحقت وتم اتفاق على تمديد المدة. طالما تم اتفاق على التمديد
فمش هروح اعمل قيد منح سلفة جديدة، هتبقى الامور على ما عليه، ولكن هتاخد اجراءات ادارية بمستندات جديدة. كل ما علي انه انا هطالب العميل بالفائدة للفترة التي تم فيها التجديد مع العمولة، فانا هنقوم بتحميل السلف بقيمة العمولة والمصاريف والفوائد. فهنقول من حساب السلف والقروض إلى حساب العمولة والمصاريف، آسف هنا هطالب العميل إنه يدفع لي الفوائد التمديد ويدفع لي العمولة، وهخصم المبلغ من حساب العميل، أو ممكن نحمل قيمة الفوائد العمولة على قيمة السلفة نفسها، ولكن يعني يفترض إنه العميل يدفع قيمة العمولة والمصاريف. 99,000 سلف وقروض مسددة ضماناتها أوراق مالية. طالما تسديد، إذا من هنقول قيد السداد من حساب الخزينة لحساب السلف وقروض، أو من حساب التجاري لحساب السلف وقروض، وإلقاء القيد النظامي الخاص بالضمانات، لأن أصبح الورقة المالية ليست لدى البنك، فبدنا نلغيها بإلغاء القيد النظامي الخاص بها. رقم 8، 70,000 سلف وقروض ممنوحة لأحد العملاء بدون ضمانات، بدون ضمانات لمدة 4 شهور معدل الفائدة. طبعا هنا نفس القيد اللي عملناه في السابق، هنعمل قيد منح السلف من حساب السلف وقروض إلا مذكورين للفائدة والعمولة وإلا حسابات الجارية. ملاحظين إنه هنا القيود مكررة ولكن مع اختلاف بسيط. 65,000 سلف وقروض بدون ضمانات مسددة. إذا لو افترضنا إنه هان سلف تم تسديدها، فهنقول طبعا بشيكات مسحوبة على حساب جاري مدين، إذا هنقول من حساب 65,000 من حساب حسابات جارية مدينة إلى سلف وقروض مسددة. ليش قلنا حسابات جارية مدينة؟ لأن أساسا هنا قلنا شيكات صحيح، لكن شيكات إلها في حساب جاري، فالشيك هذا خاص بالحساب الجاري، فهنقول من حساب حسابات جارية مدينة. سلف وقروض بضمان شخصية مسددة. طبعا هنا ضمان شخصية ما فيش قيد نظامي، إذا حنقول برضو من حساب الخزينة إلى حساب سلف وقروض. قبل الأخير، 69,000 سلف وقروض ممنوحة للعملاء بضمانات شخصية، العمولة 200 والفائدة 2800. برضو سؤال مكرر، حنقول فيه من حساب 69,000 من حساب سلف وقروض إلى مذكورين، الفائدة 2800، عمولة 200، والباقي سوف يتم وضعه في حساب العميل، وهو حر بعدين يستلم المبلغ نقدا براحته. فقط 12 بيحكي لي سلف وقروض ضمانات شخصية، رفض العملاء تسديد المبلغ، رفض العملاء تسديد المبلغ. طالما رفض العملاء تسديد المبلغ، فإنا في الحالة هذه سوف أقوم بالتواصل مع الأشخاص الضامنين ومطالبتهم. طبعا هنا عمل لهم محضر، عمل لهم إشعار، وطالبهم بالحضور إلى البنك لكي يقوموا بسداد المستحق عليهم، نتيجة أنه هم كفلاء للعميل. فعمل قيد نظام وأثبت فيه المطالبة من حساب أشخاص ضامنين إلى حساب السلف وقروض، وبعدها بيفترض أنه يسدوا حيث سددوا القيمة من أصل حساباتهم. فعمل قيد نظام، عمل قيد هان من حساب قيد السداد من حساب حسابات تجارية إلى حساب أشخاص ضامنين. لو ملاحظين أن أشخاص ضامنين دائن
في الأول كان مدين لأنه اعتبر حساب بسيط تم التخلص منه عند السداد. شوف بعدها، وافق البنك على منح أحد العملاء قرضا بقيمة 80,000 ضمان عقار، فائدة عندي فائدة 9%، مدة القرض 100 يوم، عمولة 5.1%، مصاريف رهن. فهذا يعتبر هنا عملية متكاملة نفس السابق. فأعمل أول شيء عمل قيد نظام أسلف فيه العقار اللي هو بقيمة 110,000، وبعدها تم منح القرض للعميل من حساب السوق عقود إلى حساب الفوائد والعمولة. فحنقول 80,000 من حساب صرف قروض ضمان عقارات إلى حساب الفوائد 2000 والعمولة 400 والمبلغ المتبقي 77,600. في موضوع المصيف الرهن، طبعا مصيف الرهن في مرحلة لاحقة، حيقوم البنك بدفع المصيف الرهن وتحميلها على السلف والقروض. فحنقول من حساب مصرف الرهن إلى حساب الخزينة، بعدها سوف تحميله على السلف والقروض. إذا أنا أصبح قيمة السلف والقروض 80,000 زائد 2000، إذا 82,000 قيمة السلف والقروض. بتاريخ استحقاق سدد العميل قيمة القرض، وذلك بتحويل من حساب ودائع الأجل ب82,000. فنعمل قيد 82,000. وبعدها طالما انه في عندي قيد نظامي سوف نقوم بالغاء القيد النظامي. 14، وافق البنك على تقديم تسهيل ائتماني لأحد العملاء على شكل جاري مدين. طبعا التسهيل الائتماني قلنا زي ما قلنا في السابق انه هو اتفاق بين العميل والبنك على الحساب الجاري المدين، هذا 12,000 سقف. انا بس هنا القيد المحاسبي حيبدأ من هان ضمان أوراق المالية، حعمل قيد نظامي أثبت فيه ضمان الأوراق المالية فقط لا غير. طيب 50,000 المبالغ المسحوبة من الجاري المدين، إذا في أنا عندي 50,000 مبلغ سحب من جاري المدين، هنقول من حساب جاري المدين إلى حساب الخزينة لأنه انسحب منها، لأن الخزينة هنا مدينة دائنة لأنها عاطية. نفس قصة ايش محاسبة واحد. في عندي الفائدة المحتسبة على الجاري المدين، الفائدة المحتسبة على الجاري المدين طبعا هنا جاري المدين حنحمله قيمة الفائدة. الفائدة بالنسبة الى البنك طالما احتسبها على الجاري فهي بالنسبة ايراد، اذا حنقول الى حساب الفائدة طبعا، وتحمل على الجاري المدين اذا حنقول من حساب جاري المدين إلى حساب الفائدة 3,000. آخر شيء المبالغ المدعى في الحساب الجاري المدين، وذلك تسوية له والضمانات الآليات والسيارات بقيمة 120,000. طالما أنه أنا عندي المبالغ المدعى في الحساب الجاري، إذا طبعا مدعى حتكون مدعى نقدا، إذا هنقول من حساب الخزينة لأن استلمت إلى حساب جاري إلى حساب حسابات جارية مدينة. ثم أنا في عند رهن آلية ومعدات وسيارات، سوف يتم إلغاء الرهن. آسف، بحنقول من حساب آلية وسيارات ضمان جاري مدين إلى حساب آلية وسيارات ضمان جاري مدين. وهيك بيكون إحنا أنهينا التمرين الخاص بالكتاب، وإلى لقاء آخر في موضوع الكمبيالات.